لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا. عربية لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا. نذهب الآن إلى المحادثة. مساء الخير. نعم، مساء الخير. أنا أقول مساء الخير، أنت تقول؟ مساء الخير. ها. أنا أقول مساء الخير. أنا أقول مساء الخير، أنت تقول مساء الخير أو الأفضل مساء النور. نعم، مساء النور. نعم، مساء مساء النور. النور، صح. نعم، نعم، جميل. مساء النور. طيب، مساء الخير. مساء الخير يا عبد الرحمن. مساء النور يا أستاذ. صباح الخير يا عبد الرحمن. صباح النور يا أستاذ. السلام عليكم يا عبد الرحمن. وعليكم السلام يا أستاذ. ما اسمك؟ اسمي عبد الرحمن. مرحبا بك يا عبد الرحمن. مرحبا بك يا أستاذ. جميل. من أين أنت يا عبد الرحمن؟ أنا من أمريكا. هل أنت أمريكي؟ نعم، أنا أمريكي. أين تسكن في أمريكا؟ أسكن في نيوجيرسي. أها، طيب، وماذا تعمل؟ أعمل مفتشا. نعم، تقول أنا مفتش أو أعمل مفتشا، صحيح. أين تعمل؟ أعمل في شركة. تعمل في الشركة. طيب، متى تذهب إلى العمل؟ أذهب ممكن أذهب الساعة 9 صباحا. جميل، الساعة 9 في الصباح. هل أنت قديم في هذا العمل؟ هل أنت قديم في هذا العمل؟ نعم، أنا قديم أنا قديم في هذا العمل. في هذا العمل. في هذا العمل، نعم. لا، ما معنى إذا قديم. عمل الوقت نعم، كثير. عملت لوقت طويل. وقت طويل. نعم، نعم، عملت في وقت طويل. لوقت طويل. عمل لوقت عملت طويل. لوقت طويل. عملت لوقت طويل. سررت بلقائك يا عبد الرحمن. ماذا سررت تقول؟ بلقائك. نعم، أنا مسرور بلقائك. نعم، قل أنا سررت بلقائك. وأنا سررت أيضا بلقائك. وأنا أنا عي... وع... أيضا وأنا أيضا سررت بلقائك. وأنا أيضا إلى اللقاء. إلى اللقاء. ليس إلى اللقاء، إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. شد. لا لا، إلى همزة. اللقاء. همزة. همزة. إلى اللقاء.
أو إلى اللقاء. ليس إلى اللقاء، رونج، هذا خطأ، قل إلى اللقاء. إلى اللقاء. نعم هكذا، إلى اللقاء، إلى إلى اللقاء. اللقاء. إلى اللقاء. نعم ممتاز. طيب مرة أخرى، صباح الخير. صباح النور. مساء الخير. مساء النور. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. الحمد لله. من أين أنت؟ أنا من أمريكا. ما اسمك؟ اسمي عبد الرحمن. جميل، سررت بلقائك. سررت بلقائك. مع السلامة. مع السلامة. ممتاز. عربية لغتي وفصحى، والأمر لا يحتاج شرحا.